بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام، يا بصير يا سميع، تقبل منا هذا الدعاء، دعاء أحبابك يا كريم. آمين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل اللبيه الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. كبر مقتا عند الله، وهذا اللي يقوله مسلمين، كي كبر مقتا عند الله، فرد تصريفه، فرد لا ما مسمس. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. يعني المقت خليتوه تجاه الله، فهو ماقتكم وتجاهنا، لأننا أعداؤكم، أحببتم، كرهتم، أنتم اخترتوا العداوة فلكم ذلك. نحن نتحداكم، إذا كان عداوتكم ربانية صح عليكم، أما إذا كان عداوتكم شيطانية صح علينا نحن. والحمد لله لأهل الله هم المنصورون، وأن جندنا هم المنصورون، وحزب الله هم الغالبون. آمين آمين آمين.